بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم 3D موديلنج أوتوكاد، وهتكلم النهاردة عن أمرين في الفيسز. لو أنا فتحت الفيس هنا، أنا شرحت لحد ديليت فيسز، النهاردة هنتكلم على روتيت فيسز وكلر فيسز. يبقى كده إحنا خلصنا التعديل على الأوجه. طيب أنا عندي هنا الروتيت فيسز، هدوس عليها بالشكل ده كده تمام، وأجي أختار الفيس ده وأدوس بيمين الماوس إنتر، وبعدين اختار الاكسس. انا عايزه اعمل روتيت على انهي اكسس، اختار النقطه دي والنقطه دي كده تمام، واقول له الانجل قد ايه. انا عايزه الانجل 30، وادوس انتر وبعدين اسكيب، اخرج من الامر. لو جينا لفينا كده اهو، شايفين عمل لي روتيت لي 30 بالشكل ده، ادي 2D واير فريم. هاجي اقول له اندو، هنروح على روتيت فيسز ونختار الفيس ده، وادوس بيمين الماوس انتر، واختار الاكسس بتاعي ده النقطه دي والنقطه دي، وبعدين اقول له ريفرنس 25 وادوس انتر. اهي شايفين عمل روتيت 25 على الاكسس اللي انا اخترته. لو عملناها 2D ادي زي ما احنا شايفين كده، مال بزاويه 25 او روتيت بالشكل ده تمام. طيب لو انا عندي بقى، هنرجع تاني اندو، لو انا هاجي ارسم لاين بالشكل ده تمام، واجي اقول له روتيت فيسز، واختار الفيس ده كده وادوس بيمين الماوس انتر، وتحت عندي هنا في اختيارات. طب انا اعمله حوالين اكسس باي اوبجكت، اختار الاوبجكت اللي هو ده كده تمام، واقول له ريفرنس اعمله لي 30. شايفين عمله لي 30 بالشكل ده روتيت. يبقى انا كده اتعلمت ازاي ان انا اعمل روتيت. ممكن بقى نعمله على محور اكس او محور واي او محور زد. هنيجي على اخر حاجه عندي، انا هاجي ارجع الشيد التاني، هاجي هنا اقول له كلر فيسز، وده سهل جدا. انا هختار الفيس ده كده وادوس بيمين الماوس انتر، هيفتح لي باليتة الالوان زي ما احنا شايفين كده. هختار اللون اللي انا عايزاه، انا عايزه اللون الاحمر ده، وادوس اسكيب، اخرج من الامر. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو، وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.